كنا نتحدث في الإنفاق وعلو الهمة. نعم. ننفق الآلاف. نعم. نعم. في أخذ زوج ابنته، زوج ابنته لواحدة من الدنيا قربا. هذا علو همة في الدنيا. نعم. لا، وعلو همة في الدين. ما هو الدنيا مزرعة الآخرة. إذا علت همة العبد لله في الدنيا كان عاليا في الآخرة. طيب. إذا تجنب عالي الهمة تجنبه الناس. وإذا ضيق عليه في عمله وفي مساعيه وفي طرقه تعلو همته أكثر، تعلو همته أكثر، لأنه يعلم أنه على الطريق القويم، لأن هكذا صنع بالمرسلين، هكذا صنع بالصالحين من عباد الله. سبحان الله. حبيب النجار. من حبيب النجار؟ صاحب ياسين. لا. جاء رجل من أقصى مدينة ياسر اسمه حبيب النجار. اسمه حبيب النجار. لما دخل عليهم ولا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لا أعبد الذي. المهم هذه يعني عملية نحوية أو بلاغية. صفة هذا الرجل هذه القائلة تقول الجمل بعد المعاهر وبعد النكرات صفات، هذه صفة دائمة. تمام. هذه قيمة الرجولة. صحيح. ليست الرجولة في أنه ذكر. لا، هذه هي الرجولة. صفته في رجولة في النصح والدعوة. كل هذه الرجولة الحقيقية. المهم وقفوا على بطنه حتى خرجت امعاؤه من دبره فمات. هذا كذا في التاريخ في كتب التفسير. نعم. اول ما مات لو كان من اصحاب دنيء الهمه لدعا على قومه يجيهم ويحل فيهم. صح. لكن لانه صاحب همه عاليه في الدنيا اول ما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله. يعني قال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. أي علو همة هذا؟ سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين. لكن هذا يعني هذه درجات يعني بعد 950 سنة يعني الواحد إنسان يعظ إنسان شهرين يمل منه. سبحان الله. وذنون أيضا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هذا مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون. الوردة تخرج أحيانا من مكان لا تتوقع. الإنسان لا يأس من أبدا من كرم الله وفضله. ولذلك أقول لكثير من الآباء والأمهات والأزواج والزوجات الذي تمرد أحدهم على الآخر لا تيأس من رحمة الله، لكن يدعو له بظهر الغيب بحنان الإسلام. طب أين الكرامة يا شيخ؟ كرامة طبعاً. نقول فلان أهانني، نقول اصبر بتعليم الإسلام وأنا كرامتي وأنا مركزي وأنا سلطتي وأنا كذا وأنا كذا. طالما نحن هكذا فنحن يعني أخلاقنا إبليسية. أنا خير منه لأن أنا عند كرامتي أنا خير. يعني لازم يعرف يكلم المدير إزاي والرئيس إزاي. الأدب مطلوب أولا. الأدب مطلوب أولا. لكن الإنسان سبحان الله العظيم الذي ولاه الله مسؤولية يجب أن يكون أكثر تواضعا ممن يعمل عنده وأكثر علو همة. ما هذا علو الهمة. تواضع في علو الهمة. كثر التواضع شجرة التواضع أثمرت